سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد، محوران حديث الليلة. في الأول تعليمات ناظمة للمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية قبل الاستيراد، وفي الثاني التطورات في رفح وغزة. في الأول صدرت تعليمات ناظمة للمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية قبل استيرادها بهدف تنظيم سوق السيارات حسب موجبات القرار. هل كان هناك عدم ضبط في السوق؟ المشترين السابقين للسيارات الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات ماذا يملكون في ظل هذا القرار؟ الأسباب وراء انعكاساته لصالح من؟ هل سترتفع أسعار بعض السيارات بالمقابل بعد انخفاض الخيارات والمنافسة؟ هذا سؤال الناس. حديثي موسعا، ورحب بضيوف الكرام، المهندسة عبير زهير مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس. مساء الخير ستي، أهلا بك. كما أرحب بالمدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات الأستاذ محمد الزرو. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بك. وأبدأ معاك ستي، أول إشي أصدرت تعليمات ناظمة، ليش؟ ما السبب؟ بداية مساء الخير للأخوة المشاهدين. كما تعلم يعني موضوع التعليمات التي صدرت أنه في ضوء التطورات التكنولوجية في الآونة الأخيرة في السنوات السابقة، ومنها ما وجود منتجات جديدة منها المركبات الكهربائية والتي دخلت السوق العالم والسوق الأردني بشكل خاص. بداية مؤسسة المواصفات كمنتجات لم تكن هذه الأمور لضبطها جديدة، بينما خلال الأربع سنوات تقريبا بدأت المؤسسة بإعداد المواصفات القياسية الخاصة بالمركبات الكهربائية. قبل أربع سنين بلشنا نعم بإصدار العديد من المواصفات التي تضبط عمليات أجزاء وقطع غيار هذه المركبات كأجزاء وأنظمة من خلال لجان فنية. اللجان الفنية مشكلة من جهات المعنية سواء القطاع الخاص القطاع العام، جهات الفحص زي إدارة الترخيص، وزارة النقل، وزارة الطاقة، غرف التجارة، الجهات الأكاديمية وغيرها. تم إصدار هذه المواصفات، ولكن في ضوء التطور الكبير وازدياد عدد المركبات الداخلة للسوق كان هناك لابد من وجود هذه التعليمات حتى تضبط لحين إصدار كافة المواصفات. كمية المواصفات والقواعد الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية كبير، فحتى يتم إنجازها جميعها كان لابد من وجود تعليمات تضبط لحين إصدار كافة المواصفات. وهذا بس استنينا أربع سنين عشان نضبط. معلش لا أفهم بس، لأنه أنا اليوم كم عدد السيارات الكهربائية الموجودة في السوق؟ اللي عدد ما بدي أحكي لك في ازدياد بعدد السيارات. إحنا نتيجة هذه الازدياد في ازدياد مطرد بشكل كبير جدا. الناس كلها كانت تشتري بناء على أنه هاي سيارة موجودة في السوق، لم تدخل السوق إلا وفق الاشتراطات والأنظمة والتعليمات المتبعة في الدولة يفترض. أنا بس بفهم من كلامك أنه هاي السيارات كانت تدخل على السوق دون مراقبة وضبط دقيق. لا، هل موضوع ما يتعلق بالمركبات سواء المركبات الكهربائية أو غيرها، يعني ما هذه المركبات من خلال المصانع ومن خلال وجود شهادات تضبط هذه عمليات التصميم، عمليات الفحص، في وجود جهات معينة عالمية تضبطها. فأي سيارة موجودة في السوق لا تنزل من المصنع إلا تكون هناك ضمن مواصفات، لكن هناك مواصفات مختلفة. يعني احنا كمواصفات بالمملكة الأردنية الهاشمية سواء كانت للمركبات أو لمنتجات أخرى، احنا المواصفات يتم اعتماد حسب الممارسات الدولية الفضلة باعتماد المواصفات الدولية ثم المواصفات الإقليمية سواء لكل أي منتج. بعد إذن أستاذ محمد، معلش بس مهندس عبير فهميني، أنا إلي أربع سنين في عندي سيارات كهربائية في السوق صح؟ نعم. هو أكثر سيارات كهرباء دخلت على الأردن من 2017. ماشي، أنا خليني هلأ بحكي على الانتشار الواسع والكبير لهذه السيارات. نعم. ثلاث سنوات أربع سنوات صحيح. أنت بتحكي لي أنا عندي مواصفة عالمية موجودة قبل أربع سنوات كانت؟ أو لا؟ بدي أوضح شغلة، هي ما في مواصفة كمواصفات أجزاء المركبة الكهربائية كوابح كأنظمة كهربائية موجودة، هاي تصدر مواصفات. ما تم هي طلب شهادة تقييم مطابقة. شهادة تقييم المطابقة بشكل يعني بسيط، هلأ هذا الطلب الجديد، هذه الشهادة اللي تم أنها تثبت وتوفر آلية لضمان أن المركبة ككل متكامل مطابقة للمواصفات متطلبات الأمان. هناك عدة مواصفات. ماشي اسمحيني، نعم. أنا قبل أربع سنين هاي الشهادة ما كانت مطلوبة،
هيك بفهم منك انا. الشهادات مش مطلوبه، ما كانت مطلوبه، الان صارت مطلوبه. هلا يعني الى 4 سنين من غير ضبط، لضبط عمليه السوق ونتيجه التزايد الكبير. يعني اذا بدنا ناخذ 2016 كانت تقريبا 800 مركبه كهربائيه، ولكن بازدياد عدد المركبات، ازدياد تنوع طيب العرض. بس انا برضه مره ثانيه، انا عشان بس اكون بحكي مع ناس اليوم يقتنون ويركبون هذه السيارات. اليوم كل السيارات اللي في الاردن، ولا معظم السيارات اللي في الاردن، ولا بعض السيارات اللي في الاردن دخلت من غير شهاده. اوضح قضيه، المركبات قبل وجود هذه التعليمات كانت تخضع لتعليمات وتشريعات وقرارات من جهات اخرى، زي عندها ضبط مثل دائرة ترخيص المركبات، عندها فحوصات، كانت سواء كانت مركبة كهربائية أو غير كهربائية تضبط عملية دخول المركبة، وهذا طيب قبل ترخيصها. ماشي. لكن بتطور التكنولوجيا، بتطور الـ 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 أنواع السيارات، آليات المواصفات طيب بشكل مستمر، فإحنا بنواكب هذا التطور بإصدار المواصفات بشكل طيب برضو دائم. أنا مرة أخرى نحكي بنواكب التطور بعد 4 سنوات، وفي عندي سيارات في السوق اليوم، اليوم في حيرة في حول حال السيارات اللي في السوق. بسمع إجابتك على هذا الموضوع، لكن قبل ذلك أسمع رأيك أستاذ محمد بهذه التعليمات بداية. بدي أول شيء نوسع الرؤية أكثر على سوق السيارات الأردني. إحنا عندنا 2 مليون سيارة عاملة في الشارع، عدد السيارات الكهربائية الإجمالي حوالي 100,000، يعني بنحكي على 5%. لأن نحن في بداية التحول الكهربائي، وليس في يعني في زخم كبير فيه لسه. بس أنت بتشوف زخم؟ نعم نعم نعم. هو اللي عم بيزيد حاليا هو المبيعات. خلال السنتين الماضيات كان واضح جدا التحول في اختيارات المستهلك نحو الكهرباء، نتيجة للدعم الحكومي الهائل من خلال أنه جمركه 10%، وجمرك الهايبريد 55%، وجمرك البنزين 95%. طبيعي جدا الإنسان في ظل ارتفاعات البنزين، المواطن الأردني بده يوفر من تكلفة إدامة السيارة وتشغيلها، وبده يأخذ السيارة الأرخص لأنه جمركيا هي الأكثر يعني نحكي حصولا على الدعم من ناحية الجمرك. هلأ اللي أجاوبك جواب مباشر، لم تكن السيارات الكهربائية كمركبة متكاملة عليها ضوابط، وإحنا في حوار مع الحكومة على هذا الموضوع كجميع كل السيارات من أكثر من سنتين، وكان من نتيجة سياراتكم عليها ضوابط ولا ما عليها ضوابط؟ سيارات عليها ضوابط من المصانع التي تشترط مواصفات معينة هي كمصانع لأسواقنا ولبيئتنا ولسوقنا الأردني أو الإقليم تبعنا بشكل عام. أسألك سؤال مباشر، اسألني. أنتوا في القرار اللي طلع اتضررتوا؟ تغير إشي على سياراتكم؟ مش بالضرورة لا. لا احنا في بعض الوكلاء، في بعض السيارات الكهربائيه اللي عندهم ممكن ما يجيبوها، لكن سيطلبوا المواصفات الاوروبيه او نفس الموديل ولكن المطابق للمواصفات الاوروبيه. يعني الوكلاء ما تضرروا فعليا، لانه هذا القرار بالنسبه لهم. هلا احنا متعودين، هم محققين هذا الاشتراك. هاي نعم الاشتراطات. نعم احنا ك ك ك كقطاع وكلاء متعودين على التقنين وعلى العمل ضمن نطاق المواصفات والمقاييس العالميه، لانه احنا بنتعامل مع مصانع. الفرق بيننا وبين التجار، تجار بيشتروا من تجار في أسواق أخرى، مش متعودين إنه يتطلب منهم الموضوع دراسات وقوانين ومواصفات. إحنا هذا شغلنا اليومي، يعني طبيعي جدا. هلأ إحنا يعني الموضوع بالنسبة لنا مجرد إنه نعمل عملية المطابقة ونجلب المستندات والموافقات من المصنع. لما إحنا هيك بنعمل، وكان من السابق المصانع تبعت لنا دائما كويستشنير على كل موديل جديد، هل لديكم مواصفات أردنية؟ كان الجواب لا. والمواصفة المعتمدة هي الأوروبية، المواصفة عالميا المعتمدة في معظم دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين. كل هاي البلاد عندها مواصفات خاصة للسيارات الكهربائية، نظرا لأنه عندهم بيئة خاصة بالشواحن والتيار الكهربائي تختلف عن بعض. الأعم في العالم في معظم دول العالم هو المواصفة الأوروبية اللي بسموه Whole Vehicle Type Approval أو COC Certificate of Conformity، اللي هي شهادة المطابقة. وهذا إجراء طبيعي جدا وروتيني، وموجود على فكرة في المملكة العربية السعودية من خلال مؤسسة الساسو، طبعا وقفتها بتعرف الموضوع هذا، ومؤسسة المواصفات الخليجية بانين مواصفات الخليجية والسعودية للسيارات كهربائية على المواصفات الأوروبية. وهذا طبيعي لأن احنا كهربتنا 220، فإحنا على الأغلب يعني من ناحية فنية، وأنا بقدرش أحكي في الموضوع قدام عطوفتها هي أدرى طبعا، نتبع الكهرباء أو المواصفات الكهربائية الأوروبية زي باقي الأجهزة الكهربائية الكاملة، يعني مكيفات، أجهزة كهربائية، ألعاب الأطفال، كلها عشان نتأكد من سلامتها نطلب المواصفة الأوروبية. وهذا جيد أنه صار ينطلب على سيارة الكهرباء. شو جيد؟ ما أنت في كم سيارة عندنا ما دخلتش على المواصفة؟ إحنا أفضل أن تصل متأخر من طيب. لا تصل أبدا. لا أكيد. ما أنت أبدا، أنت كم سيارة اليوم موجودة في السوق لا تطابق المواصفة الأوروبية؟ وأنا بدي أقول لك شغلة اليوم، وأنا بحكي لك هاي وليس الدراسة، هي انطباع
معظم الناس اشتروا سيارات ليست بمواصفات أوروبية أنها أرخص ثمنا. إذا بدك تعدليني عدليني. نعم يعني خلينا يعني هاي السيارات اليوم وفقا ما ذكرتي مواصفتها لا تنطبق مع السوق الأردنية وبناء عليه لن يسمح باستيرادها صحيح؟ لا خليني أوضح الموضوع. يعني الموضوع كله بهدف بأولا تنظيم السوق وحماية وسلامة الاستخدام لمستخدمي هذا النوع من المركبات سواء كانت من أي منشأ بغض النظر من وين رح تيجي هاي المركبة. لكن عملية المواصفة المواصفات يعني سواء إحنا عملية إصدار المواصفات سواء لمركبات بمؤسسة المواصفات وهذا ممارسة دولية يتم الاعتماد كمرجع. أنا بدي أحط مواصفة قياسية أردنية المراجع حسب التعليمات والممارسات الدولية أنا بطلع على المواصفة الدولية اللي هي الآيزو ما تم أو الآي إي سي فيما يتعلق بالكهرباء الهيئة الكهرباء التقنية الدولية ما في بنزل للأوروبي للإقليمي سواء الأوروبي الأمريكي اللي هي أكثر انتشاراً وبتغطي مساحة واسعة من الدول التي يتم تطبيقها. وحالياً إحنا كثير من المنتجات اللي مواصفاتها الأردنية والمواصفات التي صدرت هي مرجحها مواصفات دولية ومواصفات أوروبية. لو أخذنا على سبيل المثال الأجهزة الكهربائية طيب. الأجهزة الكهربائية المواصفة الأردنية تعتمد لكن وبعضها نطلب شهادة مطابقة هناك ماشي. عملية طلب شهادة مطابقة المركبات الكهربائية نتيجة التطور ونتيجة الكم من المواصفات إحنا بلشنا قبل حتى ما يكون هالعدد يعني مجرد ما طب شو كنا نستنى ما السيارة بتدخل قاعدة وناس بتشتري وناس ماشي إحنا نطلع المواصفات وبتسوق قاعدة في الشوارع نطلع المواصفات فلعملية التنظيم وانتو ليش وبدأت عشان التنظيم مش نمنع الاستيراد أساسا ابتداء بعدين بنقول بدنا ننظم السوق يا إخوان يعني حتى بدنا نحدد إحنا الشروط تاعتنا بعدين بنسمح لكم باستيراد سيارات أستاذ محمد اللي إحنا الموضوع القطاع بشكل عام في نقاش مستمر مع الحكومة هذا الموضوع من أكثر من سنتين وكان في إجراء مرحلي هو الكفالة الإلزامية اللي هيك عليها الكفالة آه تمام الكفالة هي راحت هي كفالة لا هي لسه موجودة كفالة طيب هي قانون قانون يعني هلا بتفهم أنا وياك الكفالة بنحكي فيها يعني حتى التعليمات صدرت ليست حديثة كان هناك من السنة الماضية عدة تم كدراسات إجراءات متبعة في الدول يا ستي انت من قبل اسمحي لي اقل من سنه اقل من سنه انتوا اصدرتوا نظام اللي انا بدي اقول الكفلاء وقلتوا السياره اللي بتدخل على البلد بدها كفيل ورخصتوا مؤسسات لكفاله السيارات بعيدا عن الوكلاء صح اذا بحكي شيء غلط الوكلاء وغير الوكلاء يا سي غير الوكلاء صرنا عندنا في كفيل نعم مش صحيح وكيل صحيح صح بكفلة 3 سنين 50,000 صح بناء على النظام حسب النظام الموجود سنتين يعني في نظام بس حطينا هذا النظام واحنا مش حاطين نظام المركبات يعني قلنا اكفلوهم بعدين نتفاهم معاكم على السياره هاي عفوا مرحله الكفاله كانت هي المرحله الاولى من عمليه التنظيم وضمان حقوق المستخدم والمواطن كانت المرحله الاولى المرحله الثانيه اللي احنا بلشنا باصلاح هذه التعليمات كويس انا بدي امشي معك على المستهلك والمواطن تعليمات. المواطن اليوم اللي شاري سياره بمواصفات صينيه شو صار فيه جاوبيني أنا لا بدي أحكي مواصفات المركبات ما في مركبة تصدر حتى سواء مين ما كانت مصنع يصدر سيارة إلا تكون أنتجت حسب مواصفة ممتاز مواصفة. أنا بقول لك اليوم في سيارات في السوق سيارات لا مواصفاتها يعني صينية لا صح؟ لا يعني أنها هذه المواصفات غير مطابقة أو أنت أنت في التعليمات قلتي مواصفات أوروبية عدلين أنا حكيت الشهادة الشهادة حتى هاي شهادتها مش شهادة أوروبية هاي شهادة صينية شو بصير فيها أنا تسمحني في كثير سيارات صينية وإحنا أنا سيدي بقول بالمواصفة الصينية وما قلت المواصفة الأوروبية هلا يعني عشان أكون أوضح شاحنين مش شاحن هلا موضوع الشاحن مهم جدا هلا الشاحن على جهتين مش على جهة واحدة هلا موضوع سيارات الكهرباء موضوع الشاحن بما أنك ذكرته الأساس في اعتماد معظم الدول للمواصفة الأوروبية هو توحيد نظام الشحن في البلد أنت مش معقول يكون عندك مثلا سيارات بنزين زائد إثنول زائد ميثانول زائد غاز طبيعي وكل محطة يكون فيها 4 أنواع وقود نفس الشيء بالنسبة للشواحن الشاحن الأوروبي له مدخل معين ببروتوكول وشكل معين الأفضل كل الدول وخصوصا دول إقليمنا سيدي اسمح لي السيارات اللي عندنا انسى بتستوردوهم الوكلاء أنت الوكلاء بتستوردوا بمواصفات أوروبية في الأغلب صحيح فالشاحن عندكم بيكون على جهة واحدة لا هو مش على الجهتين بس عفوا هو بروتوكول الشاحن هو شكل الشاحن شكل الشاحن مختلف كان يجب اتخاذ هذا الموضوع يعني تقنين هذا الموضوع بسرعة عشان الموضوع ما المشكلة ما تتفاقم احنا فعليا كنا ماشيين بطريق ان نكون جزيرة منعزلة في الإقليم
ليش؟ لأنه أنت السعودية والإمارات وكل دول الخليج ومصر والعراق حاليا كلها عندها الشواحن بالنظام الأوروبي. إلا إحنا. إلا إحنا لا، إلا جزء من السيارات اللي هي السيارات الصينية دخلت على الأردن خلال السنتين الماضيات. قديش هذا من 100,000 سيارة قديش؟ في 60 إلى 70,000 سيارة منهم من دول السيارات تدخل. يعني 70% من السيارات الموجودة. نعم، ولكن وهي بتنطبق عليها. ولكن هم 3% من سيارات الأردن لسه ما يعني ما صارش خلاف عزمي. أنا مش هذا 70,000 مواطن. صحيح. 70,000 مواطن. نعم. يعني إذا تسمح لي يعني مو موضوع الشواحن يعني هلا إحنا هذا موضوع مختلف عن موضوع التعليمات طبعًا. الصادرة. موضوع الشاحن بس انت في التعليمات قلت بدي مواصفه اوروبيه الشهاده الاوروبيه. شوف انت الماده 10 الماده 10 يستمر العمل بهذه التعليمات الى ان تصدر المؤسسه وفقا للقانون قواعد فنيه خاصه بالمركبات الكهربائيه مواصفات اردنيه اللي احنا عم بنعدها، واللجنه الفنيه عم تقوم باعداد هذه المواصفات هي بمراجع اوروبيه ومراجع دوليه حتى عمليه الاصدار. فهذه حتى يعني كمية هناك مواصفة للنظام الكهرباء، هناك للشاحن، هناك مواصفة قياسية وقاعدة. أنا معاك ستي والله، أنا متفق معاك. أنا بسألك اليوم السيارات اللي في السوق نعم. 70% هذول بنطبقوا عليهم المواصفة اللي أنتوا أصدرتوها مبارح أو لا؟ أنا ما بقدر أحكي لك لأنه أنا ما 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 طلبت منها هاي الشهادة وما مين بيجيب لك الشهادة؟ ما هو مش فيش وكيل. دخلت مين؟ دخلت وبتمشي على الشارع. أنا هلأ أنت هل مش دخلت تمشي على الشارع؟ التعليمات أنت بدها تطبق من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية اللي ب26/5. طيب من هذا التاريخ أنا مسؤولة عن المركبات واللي قبل قبل موجود لا ما كانت السيارات اللي دخلت يعني أنت قبل في تاريخ مكفولة بالكفالة الإلزامية ثلاث سنين. نعم طيب احنا حمينا حمينا المواطن بكفاله الثلاث سنين. تمام تمام. احنا في الأول. ليش بس اليوم احنا ما دخلت. اسالك سؤال يا اسطى. لا لا انت اليوم بدي انا بسال اليوم كمواطن. نعم. انا تدخل الشك في ذهن المواطن ولا لا؟ انا بسمع اجابتك بس قبل هيك ارحب بمعالي وزير الصناعه والتجاره يوسف الشمالي. مساء الخير معليك. مساء الخير اخي محمد. احنا بنتساءل عمالنا ونتحدث عن موضوع التعليمات الناظمه لسوق السيارات الكهربائيه، وفي تساؤلات عديدة لدى الناس خلال الـ 24 ساعة الماضية منذ لحظة إصدار التعليمات حول يعني هدف هذه التعليمات، أسبابها، وما مصير السيارات التي اليوم موجودة في السوق سواء يقودها المواطن أو تلك الموجودة في المناطق الحرة ولا تنطبق عليها المواصفات الأوروبية. مرة ثانية أخي محمد مساء الخير. مساء النور لك ولضيوفك الكرام، والأسئلة اللي قاعد بتسألها يعني أسئلة مشروعة، واعتقد كل المواطنين الاردنيين والمتعاملين بهذا القطاع قاعدين بيتساءلوا فيه. بدايه احنا القرار اللي اخذته الحكومه قبل يومين باصدار هذه التعليمات هذا ما اتى القرار عبثا، اتى بعد يعني دراسه وافيه لوضع السوق، وكنا قبل ذلك قد اخذنا اجراء استباقي ان الان تقريبا 7 أشهر من تطبيق الكفاله. السيارات اللي داخل السوق وللآن مواطنين بيملكوها ما عليها شيء، سيارات سليمة، سيارات حفظنا حق المواطن والمستهلك بها من خلال الكفالات التي ألزمت الحكومة المورد سواء كان تاجر أو وكيل أي سيارة لا تقبل إلا بعد أن يتم تقديم كفالة لمدة 3 سنوات، وبحمد الله بعد مرور 6 أشهر من التطبيق كان هناك ارتياح من كافة المتعاملين بهذا الشأن. التعليمات اللي احنا صدرناها اخي محمد وهذا الشيء اتبعته العديد من الدول، يعني احنا ما اخترعنا شيء جديد. اذا اخذنا تجارب الدول المجاوره بدات بنفس السلسله اللي احنا بدانا فيها. لغايه هذا التاريخ انا بقول انه ما عندنا الامكانيات الكافيه لنقوم بفحص السيارات الكهربائيه التي تدخل الى المملكه. وزي ما ذكر الزميل عبير مدير عام المواصفات كان سابقا يدخل للأردن 600-700 سيارة، اليوم في أول 3 أشهر من هذا العام 70% من استيرادنا هي سيارات كهرباء، وهذا وضع طبيعي وضع صحي، كل العالم قاعد يتوجه على سيارات الكهرباء، وإلنا أشهر أو بجوز من إصدار الكفالات وإحنا قاعدين بنشتغل مع كل المتعاملين بهذا القطاع حتى نضع مواصفة، مش بالسهولة وضع مواصفة للسيارات الكهرباء. شفنا الدول شو بتطبق أخي محمد. وجدنا أنه 99% من دول العالم تطبق التعليمات التي أصدرناها مؤخرا، بمعنى آخر تعتمد المواصف الأوروبية، وإذا ما كان عندك الإمكانية تقوم باعتماد شهادة المطابقة
بمعنى آخر بعد صدور هذه التعليمات بالجريدة الرسمية أي مورد بغض النظر تاجر أو وكيل أو استيراد شخصي لابد أن يقوم بإحضار هذه الشهادة وهي شهادة بسيطة سهلة لم نحدد مناسك لأن هناك لغط كبير بأن نعم الصوت غير واضح معليك اسمح لي هذه شهادة بسيطة الصوت غير واضح أرجوك هذه شهادة بسيطة لكنها شهادة تطلب أن تكون السيارات بموظفة أوروبية وهذا لم يكن اشتراطا سابقا للسيارات الموجودة في السوق اليوم حتى أخي محمد اشتراط أنا الأردن ما بقبل أن يكون مكب للسيارات حتى أن يتم التزايد بهذا الشكل الهائل من استيراد السيارات الكهربائية للمملكة وأثناء فترة التطبيق وجدنا العديد من السيارات المراكز اللي تم اعتمادها لا تقوم بكفالة هذه السيارات لرداءة هذه السيارات لذلك كان لزاما علينا حماية للمواطن وحماية للمستهلك أن نقوم بإصدار هذه التعليمات نعم 80% من المواصفات الأردنية أخي محمد هي معتمدة على المواصفات الأوروبية وجزء كبير من العالم يقوم باعتماد مرجعيتين إما المواصف الأمريكي وإما المواصف الأوروبي فهذا ليس بعيب أن تقوم المملكة باعتماد المواصفات الأوروبية بس معليك ما تأخرنا في اتخاذ هذا الإجراء اسمح لي أنا أعتقد لا أنه ما تأخرنا فيه لأن الكفالات غطت الجزء المرحلة الأولى والآن المرحلة الثانية نقوم بتنظيم آلية دخول هذه السيارات إلى المملكة سؤالك الثاني أخي محمد السيارات الموجودة في المنطقة الحرة المشرع كان واضح في أحد المواد أعتقد المادة 7 ذكر بشكل واضح وصريح أي سيارة تستثنى من تطبيق هذه التعليمات إذا كان هناك اعتماد مستندي أو بوليصة شحن أو ضمان بنكي قبل دخول هذه التعليمات حيز النفاذ أي قبل 26/5 من هذا العام وهناك العديد من السيارات الموجودة في المنطقة الحرة لديهم إثباتات بأنه تم شحن هذه السيارات وبالتالي ستدخل على الآلية القديمة التي كانت تدخل بها السيارات الكهربائية للمملكة. نعم. الجزء الثالث في جزء من هذه السيارات لم يرد إلى المملكة بس متعاقد عليه لأنه من الأمس بدأ الاتصالات من العديد من المستوردين أنه في جزء من البضاعة موجودة في الصين في جزء موجودة في دبي لأنه شحن السيارات تأخذ عادة أشهر يعني مش بيوم سريع. أو بأسبوع بتم شحن هذه السيارات حتى تدخل إلى المملكة برضو بعثنا تضمين لهم إنه إذا كان هناك ما يثبت حسب ما نصت عليه التعليمات سيتم إدخال هذه السيارات لكن بالمجمل أخي محمد إحنا نشتغل لمصلحة المواطن مصلحة الوطن لا ننظر هذا يخدم تاجر أو يخدم وكيل هذا إطلاقا غير موجود لدى الحكومة بأي قرار تقوم بأخذه هدفنا هو أن نحمي السوق الأردني هدفنا أن نحمي المستهلك هدفنا أن نحمي المواطن لذلك قمنا بإصدار هذه التعليمات كخطوة ثانية وسيتبعها خطوة ثالثة باللي ذكرت زميلتي أن هناك فريق وطني أردن يقوم بإعداد هذه المواصفة من قبل كل الجهات اللي موجودة سواء الوكلاء التجار أكاديميين الجمعية العلمية الملكية غرف التجارة غرف الصناعة كل من يرغب بالمشاركة في وضع هذه المواصفات يقوم بالمشاركة وهناك اجتماعات أسبوعية يعقدها زملائنا في مؤسسة المواصفات المقاييس ليتم الانتهاء منها ومن ثم رفعها إلى مجلس الإدارة ليتم اعتمادها وعندما تصدر هذه المواصفات تصبح هذه التعليمات لها نعم أشكرك كل شكر معالي وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي كنت معنا عبر الهاتف وضحت بعض التساؤلات الموجودة للمواطنين خلينا أكون مع فاصل بعد الفاصل نواصل حوارنا وحديثنا حول ما سيكون في قادم الأيام حول هذا الملف نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام مهندس عبير في تساؤل كان أيضا أنه في الأيام الماضية القليلة الماضية كان في كثير من الأخبار التي يعني دقتها من عدم وأمر آخر لكنها انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حوادث للسيارات الكهربائية هل هذا ما دفعكم لإصدار هذه التعليمات؟ هو لا يعني احنا حوادث امان انا حوادث امان دقيق. احنا يعني لم تردنا اي شكوى او اي حادث بس انت شفتي على السوشيال ميديا بعرفش اذا بدا دقته سياره بتنحرق سياره فلتت مش انا بحكي دقه يعني انا غير دقيق انا بحكي ما انتشر فهي انه ما ينتشر لكن احنا الذي دفعنا اللي هو الحاجه الى تنظيم السوق وضمان سلام وامانه مستخدمي هذه المركبات مش الحوادث لا احنا بلشنا قبل يعني بلشنا هذا الموضوع
بإعداد المواصفات وبدراسة التعليمات، وكما يعني أسلف معالي الوزير إنه كان هناك عدة دراسات، عدة اطلاع على التجارب، عدة اجتماعات مع كافة الجهات المعنية سواء من القطاع العام مع الوكلاء مع التجار مع مستثمري المناطق الحرة. تم عقد أكثر من اجتماع. التجار والمناطق الحرة وافقوا لأنه الوكلاء موجودين بجو، وافقوا على هاي التعليمات؟ هي التعليمات كان هناك حوار، لكن التعليمات اللي صدرت إنه بدك تأخذها بما يمكن تطبيقه وما بما في الحوار اتفقوا أن هذا أمر مناسب؟ إنه وجود تعليمات نعم متفقين، لكن شكل التعليمات إنه تنظم، لكن أكيد يعني هي التعليمات. طيب بس تسألي سؤال ثاني، نعم. ردود الفعل اللي وصلتكم من التجار على التعليمات كانت إيجابية أم سلبية؟ التعليمات صدرت يعني لها يومين يعني لها يومين ما التجار عارفين حالهم إيجابية. في إيجابي وفي أكيد يعني ما في إيجابي وفي سلبي. في قرارات. قديش نسبة الإيجابي من السلبي؟ ما بقدر أحكي لك يعني ما عنديش نسبة. ما عندكيش نسبة. طيب اتفقتوا على هاي التعليمات كوكلاء؟ إحنا بصراحة كنا جزء من الحوار اللي قامت فيه المؤسسة، من فيه صار في أكثر من اجتماع وصار في عصف ذهني وتقديم اقتراحات من كل الأطراف. للأمانة ما كان في يعني كانت المسودة اللي شفناه أو القرار اللي طلع ما لم يتم مناقشته تفصيليا مع الجميع، لأنه هاي أمور فنية ترجع للفريق الفني واللجان الموجودة في المؤسسة. يعني هو بالنهاية إحنا الهدف الأساسي منها حكينا حماية وسلامة طبعاً. المواطن يعني إحنا بالنهاية يتم الحوار، لكن صدر هذا صدرت التعليمات وما قبلها موضوع الكفالات. طيب ستبدي أسمع بس هم شو عايش طلعوا؟ لا بالعكس عايش طلعتوا. طلعنا على عدة مسودات سابقا. مسودات. نعم. الهدف الأساسي منها هو أن يكون في عنا معايير ومواصفات أردنية للسلامة العامة للمركبات ككل وليس للأجزاء كما هو كانت معمول سابقا. إحنا كممثلين للشركات الصانعة كوكلاء منشجع هذا بشكل كبير جدا، وإحنا كنا بالعكس متعاونين جدا. أول لأنه إحنا السوق المنظم هو بيئتنا المثلى، إحنا بنمثل مصانع، المصانع تعمل من خلال مواصفات عالمية ولكل منطقة حسب ما يناسبها. فإحنا بالنسبة لنا وجود مواصفة أردنية أو وجود متطلب شهادة مطابقة بيجعل عملنا كتير أسهل. بس أحمد بيك بدي أسألك سؤال، مش في سيارات نعم. نازل اليوم في السوق ولها وكلاء؟ يعني أنا نعم. بحكي عن, عن, عن فئات سيارات نعم. لها وكلاء، سيارات كهربائية غير معتمدة في الأردن، الوكيل لا يعتمد السيارة في لا بكل بساطة لم يسمح بتصدير هاي السيارة لمنطقتنا أو لبلدنا من قبل الشركة الصانعة. طب الوكيل ليش ما خاطب الحكومة وقال هاي السيارة من خاطبنا من أكثر من سنتين الموضوع، وإحنا في حوار وكان نتيجته الكفالات الإلزامية كمرحلة أولى لحماية المستهلك. يعني أنتوا بعتوا أنتوا كنتوا تحكوا زمان هذا مش زمان إنه هاي السيارة اللي داخلة بالنسبة لي مش مفهومة. من 2022 من بداية 2022 وإحنا بنحكي في هذا الموضوع وفي حوار مفتوح مع الحكومة وفي استجابة وفي يعني في نتائج عم بتصير. كان النتيجة الأولى هي الكفالات الإلزامية، واليوم بنحكي على شهادات مطابقة كمرحلة تانية. الحوار مستمر في هذا الموضوع لأنه الأعداد للسيارات الكهربائية عم بتزيد بشكل كبير جدا وعم بيكون في تحول كبير. قد أتفق معك أنه تأخر الموضوع قليلا ولكنه كان من الضروري أنه يصير وصار. هلأ في معارضة له، في تضارب مصالح من بعض الجهات حول هذا الموضوع، هذا برجع لهي الجهات. ولكن أنا بحكي عن نفسي عن جمعية الوكلاء، إحنا كان جمعية الوكلاء نرحب بهذا القرار لأنه بنظم السوق، يحمي المستهلك وبرفع من مستوى معايير السلام والأمان. يحمي المستهلك من إيش؟ بحكم المستهلك من أنه تكون السيارة فعلاً مطابقة للمعايير، لأعلى معايير سلامة في العالم، هي المعايير الأوروبية، اللي هي المعايير ما فيش معايير سلامة صينية ولا في أمريكية، لكنها مختلفة. لكن مختلف الامريكي، احنا حكينا الامريكي حاليا معتمد، والاوروبي بالنسبه لنا لانه احنا بنحكي على كهرباء 220 تحديدا هو الاكثر خلينا نحكي ريليفنسي او اكثر ملائمه لمنطقتنا ولسوقنا. فالتعليمات هاي بتضمن سلامه المواطن. السيارات الكهربائيه هي عباره عن سمارت ديفايسز، فيها بطاريه وفيها كمبيوترات وفيها برمجيات. احنا المشكله الاساسيه يمكن في بعض الحوادث صارت، احنا ما بنعرف تفاصيل ليش صارت هاي الحوادث، ولكن انت موبايلك عفوا اذا تركته بدون ابديت ممكن يصير البطاريه تحمى وتفقع، صح ولا؟ اذا لابتوب اشتريته انت وما حدثت البرمجيات ما عملت ابديت بشكل مستمر ممكن يصير غالط وبيعمل مال فانكشن. طبيعي جدا سياره كهربائيه كل جزء منها، سواء المكابح، سواء نظام الضبط السرعه، سواء نظام التسارع، الكوابح نفسها عليها كمبيوترات، كل واحد فيهم عليه كمبيوتر، في كمبيوتر مركزي. السوفت وير لكل هاي الاجزاء اذا لم يتم تحديثهم من خلال الوكيل من خلال الشركه الصانعه بشكل دوري طبيعي ومتوقع انه يصير في مال فانكشن طبيعي. هلا موضوع احنا بالكفالات الالزاميه السيارات هاي المجده هلا لها
الكفالات الإلزامية في نص النظام يجب على المراكز المقدمة للكفالة يكون عندها السوفت وير المشروع من الشركة الصانعة ونجيبه بطريقة سليمة وتعمل أبديت لهي السيارات، هيك مكتوب في النظام. هلا هذا بصير ولا بصيرش؟ احنا الرقابة الرقابة بتتم من خلال الجهات المعنية. بدي أسأل سؤال بطريقة أخرى، اسمحوا. هاي اليوم المؤسسات الكفالات نعم لها داعي صار؟ بالنسبة للسيارات اللي حتتجمرك بناء على النظام القديم، أو خلينا نحكي النظام القديم لها شغل. نعم أكيد طبعا. بعد هيك الله أعلم كيف حيكون، إذا الموردين جابوا من خارج الوكالة يجب عليهم أن يقدموا الكفالة من خلال نظام الكفالة الإلزامية. يعني بمعنى أنت مين أسألك سؤال، كيف بده يجيب؟ يعني بيقدر يجيب عادي إذا جاب بالمواصف الأوروبية ضمن شهادة المطابقة الأوروبية بنفس أرقام الشاصي اللي الوكلاء قدموا لها، وهو كمورد جاب إنه هاي المجموعة من السيارات تطابق المواصفات الأوروبية بيقدر يستوردها عادي. الاستيراد عندنا مفتوح، ما في مشكلة. والوكيل وين؟ الوكيل موجود، الوكيل بيجيب، والتاجر اللي بيقدر يجيب شهادة المطابقة بيقدر يجيب عادي، ما في مشكلة. الموضوع ليس حصري واحتكار للوكلاء. وسهل يجيب؟ هلا هي سؤال بطريقة أخرى. سهل هاي بيرجع له، يعني عفوا هي الإجراء فعليا بحاجة لاتصال مباشر مع الشركة الصانعة. هل الشركة الصانعة ستمنح هاي الدوكيمنتس وهي المستندات لغير وكيلها؟ وإذا ما منحها بصفي أنت ما عندكش شغل لهي المشركة. ولكن إذا أنا مثلا اعتمدت موديل معين بيستطيع أي شخص، أنا وأنت بنقدر نجيبه بشكل شخصي أو بشكل تجاري بعد ما يصير معتمد في الأردن. لأنه يكون الموديل بحد ذاته معتمد. مهندس عبير صحيح؟ يعني المؤسسات التي تقدم كفالات للسيارات اليوم، هل سيبقى عملها كما هو؟ أيوة. هل لها ضرورة وجود بعد كل ما يحدث الآن؟ نعم، يعني هي العملية موضوع الكفالات اللي صدرت بقرار مجلس الوزراء وينفذ من قبل وزارة الصناعة والتجارة وسارع على كافة أنواع المركبات سيبقى، وهي المرحلة الثانية لعملية الضبط. بس أنا كنت أوضح مثلا ما يتعلق أنه تشكيل المواصفات، مثلا خلينا نأخذ على سبيل المثال إطارات المركبات لأي مركبة، المواصفة والشهادة اللي أنا بطلبها حتى تكون مطابقة هي شهادة تعتمد على المواصفة الأوروبية. أنا بطلب، أنا ما عندي طرق فحص لها، لكن وتصنع يعني حتى من أي بلد تصنع أنا بدأت تكون مطابقة للمواصفة الأردنية. مفهوم. فسواء كانت بأي بلد وأي مصنع، وكثير من الأجهزة تصنع بعدة بلدان. برضو ما جاوبتيني على سؤالي. نعم، أنا بسألك عن شركات التي المؤسسات التي تقدم اليوم كفالات بعيدا عن الوكلاء، ظل لها شغل؟ نعم، يعني هذا ما يتعلق بالكفالات مع الوزارة. نعم، أي سيارة أخرى مش عن طريق الوكيل وما عليها كفالة مصنعية بالضرورة بالقانون يجب أن تمنح كفالة. طيب. إلزامية بالقانون. يعني هذا الحديث لم ينتهي إلى هنا، ننتظر التطبيق، لأنه التطبيق سيظهر الكثير ممكن من المشكلات أو من المعضلات، وننتظر رد فعل المواطنين أيضا أكثر على هذه القرارات. بدي أشكركم كل شكر، أنا وقت انتهى. شكرا لكم ضيفي الكريمين.